إذن مشاهدينا، ننتقل الآن إلى مجلس الأمن وجلسة حول الحرب في غزة. عملا بالنظام الداخلي المؤقت والممارسات السابقة المعمول بها في هذا المضمار، ما من اعتراض، تقرر الأمر على هذا النحو. عملا بالمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو المحاضرين التاليين الذكر إلى المشاركة في هذا الاجتماع. بداية، السيد فيليبي لازاريني، المفوض العام لهيئة الأمم المتحدة للإغاثة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، والسيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، والسيدة ليزا دوتن، مديرة شؤون وشعبة تمويل الشؤون الإنسانية وتعبئة الموارد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية. تقرر الأمر على هذا الأمر. يبدأ مجلس الأمن الآن استعراض البند الثاني المدرج على جدول أعماله. أعطي الآن الكلمة للسيد فيليبي لازاريني، تفضل. حضرة الرئيس، السادة أعضاء المجلس الكرام، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت مروعة، فتقريبا كل شخص في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة ككل قد بات في حداد. إن الهجمات المروعة التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر كانت صادمة. إن القصف الذي لا ينتهي للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة لا صادم. إن مستوى التدمير لغير مسبوق. إن المعاناة البشرية التي نراها نراها بأعيننا لا يمكن أن يتحملها أحد. هناك 1 مليون شخص، نصف سكان غزة، قد دفعوا دفعا من الشمال قطاع غزة إلى الجنوب في غضون 3 أسابيع. أما جنوب غزة فلم يكن بمنأى عن القصف، فهناك الكثيرون الذين قتلوا جراء ذلك. ولقد قلت مرارا وتكرارا وسوف أقولها اليوم مرة أخرى، ما من مكان آمن في غزة. الآن المدنيون الذين لا يزالون موجودين في الشمال يحصلون على اخطارات بالإجلاء من القوات الإسرائيلية، ويحثونهم على الذهاب إلى الجنوب من أجل الحصول على المساعدة الإنسانية الضئيلة. وهناك الكثيرون منهم الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الإعاقات والجرحى والمرضى الذين هم غير قادرين على الحركة. إن ما يحدث ولا يزال يحدث هو عبارة عن تهجير قسري. أكثر من 670 ألف من النازحين قد باتوا يقبعون الآن في المدارس والمباني التابعة للأورو التي باتت مكدسة، وهم يعيشون في ظروف غير صحية ومقززة ولا يحصلون على الغذاء أو المياه الكافيين، ويفترشون الفراش بدون مراتب للنوم أو ينامون في الأعراء. إن الجوع واليأس قد بات يتحولان إلى غضب تجاه المجتمع الدولي. وفي غزة المجتمع الدولي أكثر معروف بالأحرى تحت اسم الأونروا. حدث الرئيس، قرابة 70% من أولئك الذين وصلتنا معلومات بمقتلهم هم من النساء والأطفال. منظمة Save the Children قد أشارت إلى أنه بالأمس 3200 طفل قد قتلوا في غزة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك يتعدى عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة منذ عام 2019. لا يمكن أن نعتبر أن هذا الأمر بمثابة نتائج وأضرار جانبية. إن المساجد والكنائس والمستشفيات ومنشآت الأونروا بما في ذلك حيث يبحث النازحون عن الملجأ لم تكن بمنأى عن القصف. هناك الكثيرون الذين قتلوا وجرحوا وهم يبحثون عن الملاذ في المناطق التي يحميها القانون الدولي الإنساني. إن الحصار الحالي المفروض على غزة هو عبارة عن عقاب جماعي. أسبوعان من الحصار الكامل وهناك نذر يسير من المساعدة، وذلك يعني أن الخدمات الأساسية تنهار. الأدوية قد تنفذ الآن، المياه والغذاء ينفذ، الوقود ينفذ. إن شوارع غزة قد باتت تملؤها مياه المجاري، وذلك سوف يمثل خطراً صحياً في القريب العاجل. والضربة الأخيرة هي انقطاع الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك قد زاد من حدة الرعب والمعاناة الذي يشعر بها شعب غزة. إن انقطاع الاتصالات يعني أن سكان غزة لم يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة، وهم لم يتمكنوا من المعرفة إذا كانوا سوف يحصلون على الخبز من الأونروا، وقد شعروا أنه قد تم التخلي عنهم وأنهم قد قطعوا عن العالم. إن انقطاع الاتصالات
قد سرع من وتيرة أيضا انهيار الأمن العام. إن الآلاف قد شعروا بالرعب وأدى بهم ذلك إلى التوجه إلى مخازن الأونروا ومناطق توزيع الأونروا، حيث نقوم بتخزين الأغذية والدعم الآخر الذي نحصل عليه من مصر في الأسبوع الماضي. وزيادة انهيار النظام العام سوف يجعل من الصعب بل ربما من المستحيل أن تعمل وكالات الأمم المتحدة في غزة، وسوف يجعل ذلك أيضا من المستحيل أن تدخل القوافل. أنا أقول ذلك وأنا أعي تمام الوعي أن الأونروا هي المساعدة الأخيرة التي يحصل عليها السكان في غزة. وأعضاء المجلس الكرام، إن المنظمة الأونروا تدعوكم إلى تقديم الدعم لها. لقد فقدت 64 من زملائي في غضون 3 أسابيع فحسب، وآخر من وفته المنية بشكل مأساوي كان منذ ساعتين، وهو سمير رئيس قوات الأمن والسلامة في منطقة وقد قتل هو وزوجته وثمانية من أطفاله، وهذا أكبر عدد من العاملين في الأمم المتحدة في المجال الإنساني الذين قتلوا في هذا الوقت القصير. و13,000 من زملائي في غزة هم ينتمون إلى مجموعة تتكون من 1.7 مليون من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من أصل 2.2 مليون من القاتلين في قطاع غزة. أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة قد فقدوا في السواد الأعظم من الحالات أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، وقد باتوا من النازحين مثل السواد الأعظم من سكان غزة، والكثيرون من زملائي قد باتوا يعيشون وينامون ويعملون في ملاجئ الأونروا، ولكنهم على الرغم من كل ذلك يتحلون بالتصميم والالتزام بقيم الأمم المتحدة. ما من كلمات يمكن أن أقولها هنا سوف تفي حق ما يفعله العاملون في الأونروا في إطار عملهم الحثيث من أجل تقديم الدعم للمجتمعات المحلية. ونحن هنا نتحدث عن المدرسين والأطباء والعاملين في مجال المدني والمهندسين الذين يقدمون الدعم، هم من الآباء والأمهات. إذا لم يكن يعيشون في غزة كانوا سوف يكونون من جيرانكم ومن أصدقائكم، وهم يعملون ويديرون 150 من ملاجئ الأونروا، وقد أبقوا على ثلث من مراكز الصحية عاملة، وهم يديرون أيضا 80 من الطواقم المتحركة ويقدمون الدعم لدخول القوافل الإنسانية والتخزين وتوزيع المساعدات، وهم يوزعون ما تبقى لنا من الوقود حتى يقدمونها للمستشفيات وللملاجئ والمخابز. إن الزملاء في الأونروا هم بارقة الأمل الوحيدة المتبقية في قطاع غزة، هذه البارقة الوحيدة التي يرونها في حين أن البشرية قد باتت تنغرس في أحلك أوقاتها. ولكننا قد بتنا نعاني من نفاذ الوقود والمياه والغذاء والأدوية، وفي قريب العاجل لن يتمكنون من العمل. ولنكون هنا واضحين وضوح الشمس، إن حفنة القوافل التي يسمح لها بالعبور من معبر رفح لا تقارن بحجم احتياجات 2 مليون شخص محاصرين في غزة. إن المنظومة الحالية من أجل السماح بالدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوف تفشل ما لم تكن هناك إرادة سياسية من أجل تدفق المساعدات بشكل حقيقي ووجيه وعلى نحو يتسق مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة. حضرت الرئيس إن هناك 2 مليون شخص في غزة، نصفهم من الأطفال. القاتلون في غزة مفعمون بالأمن، وهم من المتعلمين الذين تطلعون حصول على حياة عادية وعلى أسر وأطفال وتعليم، ولهم أمال وأحلام في مستقبل أفضل. أما اليوم قاتلو غزة يشعرون أنهم لا يعاملون مثل ما تبقى من المدنيين. السواد الأعظم منهم يشعرون أنهم محاصرون في هذا الحرب التي لا نقط لهم فيها ولا جمل. هم يشعرون أنهم الجميع يساوي بينهم وبين حماس. إن هذا الأمر لخطر، ونحن نعي جميعا هذا الأمر تمام الوعي في إطار النزاعات والأزمات السابقة. الشعب بأكمله قد جرد من إنسانيته. إن الأعمال البشعة التي قامت بها حماس لا تبرئ إسرائيل من التزاماتها في إطار القانون الدولي الإنساني. كل حرب لها قواعد، وهذه الحرب ليست باستثناء للقاعدة. وقد قالت هانا أرنت إن موت التعاطف الإنساني والبشري هي العلامات الأولى لسقوط الثقافة في غياهب الوحشية. واليوم أكثر من أي وقت مضى سكان غزة يحتاجون إلى تعاطفنا. إن غياب هذا التعاطف سوف يزيد من عمق التقطيب في المنطقة وسوف يبعدنا عن أفاق السلام. حضرت الرئيس، نحن نركز بشكل
كبير على غزة، ولكن في نفس الوقت أود أن أعيد التأكيد على وجود أزمة أخرى نراها الآن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية. إن الأمم المتحدة قد دقت ناقوس الخطر لمدة أشهر بشأن زيادة العنف، ولكن عدد الوفيات الفلسطينية هذا العام قد باتت من الأعلى منذ قد بدأت الأمم المتحدة تبقي على محفوظات في عام 2005. على الأقل 115 فلسطينيين قد قتلوا منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك 33 من الأطفال. وهناك عراقيل على الحركة في الضفة الغربية، وذلك يؤثر في خدماتنا بما في ذلك خدمات المراكز الصحية والمدارس. وفي غضون ذلك فإن الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان قد باتت أسوأ، وهناك تبادل منتظم لإطلاق النار، وهناك أيضا تقارير تصلنا بشأن وقوع ضحايا من المدنيين. ختاما يعتريني بالغ القلق إزاء إمكانية انتشار هذا النزاع فيما يتعدى حدود غزة، وذلك إذا لم نفعل التالي. بداية لابد من أن نكفل الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني، يعني ذلك أن المدنيين والبنى التحتية المدنية بما في ذلك منشآت الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والملاجئ التي يحتمي فيها المدنيون لابد أن يحظوا بالحماية في كل قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب وفي كل وقت. هذا الأمر ليس بخيار بل هو عبارة عن التزام. ثانيا، نحن بحاجة إلى تقديم المساعدة الإنسانية بشكل حقيقي بدون عراقيل وبشكل مستمر، ويشمل ذلك الوقود لابد أن تصل إلى قطاع غزة وعبره. وبغية ذلك نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني آني. ثالثا، الأنروة تحتاج إلى الموارد. نحن لدينا أكبر تواجد في الميدان، ويمكننا أن نقدم الخدمات إذا لم تكن لدينا الموارد اللازمة بما في ذلك الموارد المالية من أجل دفع الرواتب الذين يعملون على الخطوط الأموية. لقد حصلت الأنروة على مساهمات سخية في إطار ندائها الحصول على الموارد، ولكن بدون تقديم الميزانية الخاصة الميدانية الأساسية الخاصة لها بها لن نتمكن من دفع الرواتب وتنفيذ الخدمات الخاصة بنا. ختاما، في هذه الأوقات الحالكة لا يجب أن ننسى إنسانيتنا. إن تعاطفنا يجب أن يطبق على الجميع، على الفلسطينيين، على الإسرائيليين، على اليهود، على المسيحيين والمسلمين، لأن قواعد الحرب لابد أن تمتثل كل الأطراف في كل وقت وفي كل مكان. أما المدنيون لابد أن يحصلوا على الحماية، لابد من إطلاق سراح الرهائن، ولابد من تقديم وتيسير الاستجابة الإنسانية الحقيقية. إن الوقف إطلاق النار الإنسانية الطارئ قد بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين، وبالنسبة للأجيال الحالية من الفلسطينيين والإسرائيليين هم يعتمدون على ذلك. وأنا أحث كل الدول الأعضاء أن تغير من مسار هذه الأزمة وأن يعملوا معا من أجل التوصل إلى حل سياسي حقيقي قبل أن يفوت الأوان. شكرا جزيلا. شكرا للسيد لازاريني على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة للسيدة كاثرين راسل. شكرا لسعادة السفير النسيبي وسعادة السفير فرنسا دينيس على عقد هذا الاجتماع، والشكر موصول لأعضاء مجلس الأمن على إتاحة هذه الفرصة من أجل التحدث عن الوضع الإنساني في دولة فلسطين وإسرائيل. في اليونيسف نحن على قناعة تامة من أن التكلفة الحقيقية لهذا التصاعد سوف تقيم بأعداد الأرواح الأطفال التي تزهق، وهذا العنف لن يغير من ذلك. وبعد أكثر من 3 أسابيع فإن الهجمات المروعة داخل إسرائيل وأدت إلى زيادة الضحايا في إسرائيل وفي دولة فلسطين، وهذه الأرقام تنفك وتزداد، وهناك انتهاكات متزايدة ضد الأطفال. ووفقا لهيئة الصحة الفلسطينية أكثر من 8300 من الفلسطينيين قد قتلوا في غزة، وبما في ذلك 3400 من الأطفال وأكثر من 6300 طفل قد جرحوا، يعني ذلك أن 420 طفل قد قتل أو جرح في غزة كل يوم، وهو عدد مروع. وبالفعل فإن العنف ضد الأطفال يتعدى قطاع غزة. في الضفة الغربية من في ذلك في القدس الشرقية هناك قرابة 37 طفل أيضا قد قتلوا، وهناك أكثر من 30 من الأطفال الإسرائيليين الذين قد قتلوا أيضا، وعلى الأقل 20 طفل لا يزالون من المحتجزين في قطاع غزة ولا نعرف ما هو مصيرهم. البنى التحتية المدنية قد خضعت لكثير من الهجمات الضارية. وفقا لمنظمة الصحة العالمية في غزة 34 من الهجمات قد وردت بها معلومات ضد الهيئات الرعاية الصحية، من في ذلك 21
21 من المستشفيات و12 من أصل 35 من المستشفيات في غزة التي يحتمي فيها السكان لا يمكن أن تعمل، وما لا يقل عن 221 من المدارس وأكثر من 177 ألف من الوحدات السكنية قد تضررت أو قد تدمرت. وفي غضون ذلك هناك نذر قليل من المياه قبل الشرب في غزة وهي تنفذ، وذلك يترك أكثر من 2 مليون شخص في غزة في حاجة إلى المياه. ونحن نقدر أن 55% من البنى التحتية الخاصة بالمياه تقتضي إعادة التأهيل أو التصحيح أو الإصلاح، وهناك 5% فحسب من قدرات المنشآت الخاصة بتحلية المياه التي تعمل. إن نقص المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح تجعلنا على حافة الكارثة، وما لم يتم استعادة المياه الصالحة للشرب فإن عدد متزايد من المدنيين بما في ذلك الأطفال سوف يعانون من المرض أو سوف يعانون أيضا من الأمراض التي تحملها المياه. وكما لم يكن ذلك كافيا فإن الأطفال في فلسطين وفي دولة إسرائيل يعانون من الصدمات المروعة، وأثر ذلك قد تستمر على مدى حياتهم، وقد أشارت الدراسات إلى زيادة هذا العنف يؤدي إلى تضرر الأطفال بشكل جسدي بل وأيضا في تطور قدراتهم العقلية، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية على المدى القصير والبعيد. ونحن بحاجة إلى أن نصل إلى كل طفل في حاجة إلى المساعدة، ولابد من تقديم المساعدات الإنسانية ولا سيما في غزة. هذا الأمر قد بات تحدثه كثير من التحديات الآن، وذلك يعزى إلى الحصار الحال وحاليا في غزة وأيضا الظروف الخطرة للغاية التي يعمل فيها العاملون منا، وبعض من العاملين لدينا قد فقدوا أعضاء من أسرهم في ذلك أزواجهم وأطفالهم. ومنذ يومين نحن رأينا أننا قد فقدنا الاتصال مع الزملاء في غزة، وذلك مع وقف الاتصالات وأدى ذلك إلى مزيد من المخاطر وجعل من عملهم لمساعدة الأطفال حتى أكثر صعوبة. أصحاب السعادة إن اليونيسف والشركاء لملتزمين بالعمل في الميدان وتقديم المساعدة للأطفال، ولكن يجب أن يكون الأمر واضحا إن وضع يتردى ويسوء بمرور كل ساعة وبدون وضع حد طارئ لهذه الأعمال العدائية، فأنا أخشى على مصير الأطفال في المنطقة. ولكن نحن وأنتم لديكم السلطة من أجل انتشال الأطفال من هذه من هذا العنف، وأنا أدعو حقا مجلس الأمن إلى اعتماد قرار حالا لتذكير الأطراف بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ويطالب الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عراقيل، ويطالب بإطلاق سراح كل الأطفال المختطفين، ويحث الأطراف على إلاء الأطفال الحماية الخاصة التي يستحقونها وهي من حقهم. ولابد أن يلي المجلس الأولوية لأزمة النزوح حاليا، فهناك أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة، السواد الأعظم منهم من الأطفال قد باتوا الآن من النازحين. وكما قال الأمين العام إن 1.1 مليون من إن القرار الخاص بنقل وتهجير أو نقل 1.1 مليون مدني فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب لابد أن يسحب، ولابد من وأيضا يسري ذلك على طلبات من أجل إجلاء المستشفيات، ولابد من حماية كل الأطفال، لابد أن يكون هناك وصول المساعدات الإنسانية في كل المناطق في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم، وكل الأطراف لابد أن تتأكد وصول المساعدات الإنسانية بدون عراقيل، ويشمل ذلك أيضا العاملون في المجال الإنساني في قطاع غزة وحتى يمكنهم تقديم المساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك مثلا الغذاء والمياه والأدوية والكهرباء. وأخيرا يجب التراجع فورا عن تدابير الرامية لقطع الكهرباء والغذاء والماء والوقود عن دخول غزة من إسرائيل حتى يتسنى للمدنيين الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. أصحاب السعادة، أنشأت اليونيسف منذ 75 عاما من رمادي الحرب العالمية الثانية، والتزمنا بمهمتنا بشكل لا تراجع أو لا نتراجع عنه، ندافع عن حقوق كل الأطفال. وباسم جميع الأطفال العالقين في هذا الكابوس ندعو العالم إلى أن يعمل على نحو أفضل، سواء كانوا شبابا يحضرون مهرجانا موسيقيا أو أطفالا يمارسون حياتهم اليومية في غزة، فإنهم يستحقون السلام. الأطفال لا يبدؤون النزاعات وهم عاجزون عن إيقافها، إنهم يحتاجون إلينا جميعا لوضع سلامتهم وأمنهم في طليعة جهودنا، ونتخيل المستقبل يكون فيه جميع الأطفال أصحاء وآمنين ومتعلمين. لا يوجد طفل يستحق أقل من هذا. أشكركم، أشكر السيدة راسل على هذه الإحاطة. أعطي كلمة الآن لسيدة ليزا دوفتون.
شكرا جزيلا سيدي الرئيس. أدلي بهذا البيان باسم منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية سيد مارتن جريفيث، والذي يقوم حاليا بمهمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الأحداث التي تكشفت منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر هي مدمرة ومفجعة على أقل تقدير. لا ننسى 1400 شخص الذين قتلوا والآلاف الذين أصيبوا واختطفوا في هجمة حماس، ولا تزال الصواريخ العشوائية تطلق من غزة في مناطق هولة بالسكان في إسرائيل، مما يتسبب في المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين ونزوحهم وإصابتهم بجروح. ويجب إطلاق سراح الرهائن دون شروط، ونرحب بجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى كفالة الإفراج عنهم، ونطالب بأن يعاملوا معاملة إنسانية وأن يسمح لهم بتلقي زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما سمعتم للتو من المفوض العام لازاريني. فإن الحالة بالنسبة لأكثر من 2 مليون شخص محاصرين في قطاع غزة مأساوية، يعانون الآن من حصار وقصف متواصلين منذ 23 يوما. وفقا لوزارة الصحة في غزة، أكثر من 8000 شخص قد قتلوا، 66% منهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف قد جرحوا. إن حجم الرعب الذي يعيشه الناس في غزة يصعب نقله، وأصبح الناس يائسين على لحم متزايد، يبحثون عن الغذاء والماء والمأوى وسط حملة قصف لها وذافيها تقضي على أسر بأكملها وعلى أحياء بأكملها. وفي خضم يأسهم لجأ الناس إلى اقتحام مخازن أمم المتحدة بحثا عن الغذاء والماء. الجفاف هو مصدر قلق متزايد، وكذلك إمكانية انتشار الأمراض وغيرها من المخاوف الصحية بسبب المياه غير الآمنة وتعطل خدمات معالجة مياه الصرف الصحية. أكثر من 1.4 مليون شخص نازح داخليا في غزة، مئات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال محشورون في ملاجئ ومستشفيات مكتظة، وقد انتقل العديد من هؤلاء الأشخاص إلى الجنوب بحثا عن الأمان. ولكن الواقع هو أنه لا يوجد مكان آمن، ونحن ببساطة لا نملك ما يكفي من الأمدادات الأساسية لتوفير سبل البقاء للمشردين داخليا على هذا النطاق. وكما سمعنا من المديرة التنفيذية راسل، نظام الرعاية الصحية في حالة يرثى لها المرضى يستلقون على الأرض، وفي الممرات يعمل الجراحون دون تخدير، بينما يقدر 50,000 امرأة حامل من المقرر أن تلد 5500 في الأيام 30 المقبلة. وبالنسبة للألف شخص المعتمدين على غسيل الكلى و130 من الأطفال الذين ولدوا بشكل مبكر في الحضانات، فإن الحياة على المحك، حيث أن مولدات الاحتياطية المستشفيات بدأ ينفد منها الوقود. 9,000 من مرضى السرطان لا يتلقون الرعاية، ونشعر بالقلق إزاء مزاعم بتركيبات عسكرية بالقرب من المستشفيات، وطلب السلطات الإسرائيلية للمستشفيات بما في ذلك القدس والشفاء أن يتم إجلاؤها، وما من مكان آمن لذهاب هؤلاء المرضى. وبالنسبة للذين هم في الحضانات من الأطفال ومن هم على أجهزة دعم الحياة، فإن هذا يعد حكم بالإعدام. إن توفير الإغاثة الإنسانية أمر معقد للغاية وصعب بسبب القصف وتدمير الهياكل الأساسية، وكما قلنا مرارا وتكرارا، نقص الوقود. نحن نأسف لمقتل 64 من زملائنا وغيرهم من موظفي الإغاثة الإنسانية بشكل مأساوي، ونتقدم بأحر تعازينا لعائلاتهم وزملائهم. نعرب عن إعجابنا البالغ بشجاعة العاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون تقديم المعونة إلى المحتاجين إليها في هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر. نرحب بالاتفاق الذي سمح لنا بدخول بعض الإغاثة إلى غزة عن طريق معبر رفح الحدودي، ولكن هذه الشحنات هي قطرة في محيط مقارنة بالحجم الهائل من الاحتياجات. ومن الضروري أن نقدم الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وموثوق دون عوائق، وذلك بالنطاق اللازم. ومن الضروري أن نقوم بالإمداد بالوقود للمستشفيات، وأن يتم نقل الإغاثة الإنسانية إلى داخل غزة. وأكثر من نقطة دخول إلى غزة لا غنى عنها إن أردنا أن نحدث فارقا. فمعبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو المعبر الوحيد المجهز لمعالجة عدد كبير من الشاحنات بسرعة.
وفي الوقت نفسه قتل عشرات المدنيين في الضفة الغربية وزادت حوادث عنف المستوطنين مما تسبب في تشريد مئات المدنيين. وبالمثل عقل عنف وإغلاق نقاط التفتيش الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوزيع الأغذية. وقد تم الآن تعليق تصاريح 150 ألف إلى 175 ألف من الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات. ويسبب هذا الوضع أضرارا كبيرة لاقتصاد الضفة الغربية والمؤسسات الفلسطينية. لدينا مخاوف حقيقية حول ما ينتظرنا. وقد يتضاءل الوضع الراهن مقارنة بما هو قادم. ثمة خطر حقيقي من أن تتصاعد هذه الحرب أكثر فأكثر وتمتد إلى المنطقة الأوسع. علينا أن نتخذ إجراءات جماعية لمنع هذا. سيد الرئيس، في ضوء كل ما وصف اليوم، ندعو إلى أن يتفق الطرفان على وقف للقتال لأسباب إنسانية، ومن شأن ذلك أن يوفر الهدوء والسلام اللازمين للإفراج عن الرهائن، وأن تعمل المتحدة على تجديد الإمدادات وتخفيف أعباء الموظفين المنهكين واستئناف المساعدات في جميع أنحاء غزة حيثما كان المدنيون في حاجة إليها، كما سيوفر الراحة التي هناك أمس الحاجة إليها للمدنيين الذين يعيشون في ظروف مؤلمة لا يمكن تصورها. ولكن مع أو دون توقف القتال، أكرر أن جميع الأطراف يجب أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وهذا يعني السماح بدخول الإغاثة وتوفير الرعاية المتواصلة للمدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والطبي والمرافق والأصول، وهذا ينطبق سواء انتقل المدنيون أو بقوا. نعتمد على مسؤولية كل عضو هنا وفي جميع أنحاء المتحدة لاستخدام كل نفوذها لضمان احترام قواعد الحرب وتجنيب المدنيين مزيدا من المعاناة قدر الإمكان. أشكركم. I thank Ms. Dofton for her briefing. أشكر السيدة دوفتون على هذا البيان. سأولي الآن ببيان بصفتي وزيراً للشؤون الخارجية للبرازيل. الأعضاء المقرين، أشكر مقدمي الإحاطة على المعلومات المفصلة حول الوضع الإنساني في الميدان، وأشيد بعمل الأفرقة العاملة معهم في كل الأماكن. مرة أخرى هم شرف لهذه المنظمة ولكل ما تمثلهم. ووفقا لتعليمات الرئيس لولا، أعود أمامكم اليوم ولدي حس عميق بالإلحاح والأسى. يجب علينا دائما أن نتذكر وجوه البشر على جانبي النزاع، ولذلك أقدم عميق تعازي البرازيل للأسر والأسر المدنيين وأصدقائهم، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة الشجعان المتفانين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأزمة الجارية التي سببها طول أمد النزاع في إسرائيل وفلسطين، والتي انطلقت شرارتها مرة أخرى بفعل الأعمال الإرهابية لحماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر. ما من شيء يبرر هذه الجرائم. كل الرهائن يجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط، ويجب أن يصل إليهم الصليب الأحمر. وفي ذات الوقت الوضع الحالي في غزة مقلق للغاية، ولا يمكن لأي إنسان أن يدافع عنه، وذلك في إطار القانون الإنساني الدولي. إن أزمة إنسانية كارثية تتكشف أمام أعيننا. آلاف المدنيين بما في ذلك عدد كبير للغاية لا يمكن تصوره من أطفال يعاقبون على جرائم لم يرتكبوها. في 3 أسابيع رأينا هذا النزاع يحصد أرواح أكثر من 8,000 من المدنيين، أكثر من 3,000 منهم من الأطفال. ومنذ آخر مرة تحدثت فيها أمام المجلس أي الأسبوع الماضي فقط، فإن عدد الأطفال الذين قتلوا قد زاد بألف طفل وطفلة. وفي غضون هذا مجلس الأمن يعقد اجتماعات ويستمع إلى الخطب دون أن يستطيع أن يتخذ قراراً أساسياً لإنهاء معاناة الناس في الميدان. الآلاف في إسرائيل وفلسطين
يحزنون لمقتل أحبائهم، والإسرائيليون يعانون بسبب عدم معرفتهم مصير الرهائن، وأهل غزة يعانون بسبب العمليات العسكرية المتواصلة والتي تقتل المدنيين، من في ذلك عدد لا يمكن نتصوره من أطفال. نحن لدينا في غضم كل هذا السبل لكي ننجز شيئا، ولكن أخفقنا بشكل متكرر ومخزن. منذ 7 من أكتوبر اجتمعنا أكثر من مرة ونظرنا بأربعة مشاريع للقرارات، ولكن نحن نعاني الجمود بسبب الخلافات الداخلية وتحديدا بين بعض الأعضاء الدائمين العضوية في المجلس، وبفضل استمرار استخدام المجلس لكي يتم تحقيق الأغراض أو المقاصد الشخصية بدلا من وضع حماية المدنيين فوق أي مصلحة أخرى. إن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة والخطيرة أمامنا تطلب منا أن نتخلى عن الخصومات. إن المجلس لا يستطيع أن ينفذ مسؤولياته في مجال صون السلم والأمن الدوليين بسبب عداءات غير مقبولة أخلاقيا، فلنكن واضحين. العالم أعينه مسلطة علينا و ترى تماماً أننا لا نستطيع أن نتصرف. يرون جميعاً أننا غير قادرين على أن نوحد الصف في وجه أزمات إنسانية تواجهنا اليوم، وأن هذا يضع علامات استفهام على سبب وجود هذا المجلس بالأساس. والبعض قد كتب أنه إضافة للمدنيين، هذه الهيئة هي أيضاً تحت الأنقاض في غزة. إن الفارق هو أننا نحن يمكن أن ننقذ أنفسنا. نحتاج فقط إلى أن نتصرف على نحو صائب، وأن ننقذ الأرواح من الأبرياء من آفات وويلات الحروب. ولا يزال هناك وقت لإنقاذ هذا المجلس والحفاظ على الأمل الذي لا يزال لدى بعضنا في قدرتنا على أن نفي بولاياتنا بموجب الميثاق. ومن الممكن أيضا فقط إن كان هناك ما يكفي من الإرادة السياسية لكي نتوصل إلى حل وسط، ولكي نحقق التوازن والشمول في تشخيصنا وفي طريقتنا للمضي قدما. والإخفاق أي إخفاق آخر إضافي سوف يرفع من تكلفة الأمر فاتورة الأرواح البشرية، وهذا تكلفته أيضا ستعود بالسلب على تعدد الأطراف والأمم المتحدة وهذا المجلس بشكل خاص. الأسبوع الماضي ظهر أمل بالتوافق بعد أن أطلقنا مناشدة الأمين العام لوقف إطلاق النار وكررناها، والدورة الاستثنائية الطارئة 10 للجمعية العامة اعتمدت قرارا طالب بهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية وضوء في آخر النفق. بزخ أيضا عندما قام الأمين العام بشكل شخصي بزيارة المنطقة لكي يقيم الموقف في الميدان، وأعلن عن فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات الأولية، وقد تم الإفراج عن بعض الرهائن المتحدة من خلال أمانتها وبقيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش والأونروا وهيئات أخرى ووكالات أخرى. يعملون جميعا بلا كلل لكي يعالجوا الأزمة الإنسانية التي تواجهنا. المسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن لكي يحذوا حذوهم. إن فاتورة عدم التصرف باهظة للغاية. إن الوضع ملح ويزداد إلحاحا لأسر الرهائن، والوضع المؤلم الذي يمكن تحمله لسكان المدنيين في غزة، وهذه مسائل نؤكد عليها. إن الخطوات الأولى الإيجابية التي اتخذتها الهيئات المتحدة وكالاتها لا تذهب إلى الحد الذي نحتاج إليه، حيث أن تصعيد النزاع يجعل الوضع أصعب وأصعب مع مرور الوقت. إن وجاهة قرار مجلس الأمن تكمن في الحاجة إلى توصيل المساعدة الإنسانية بشكل متواصل، ولتوفير ظروف عمل آمنة لمن ينقذون الرهائن ويقدمون العمل الإنساني. إن وقف الأعمال العدائية لذا هو في مصلحة السكان المدنيين على الجانبين. ونحن نكرر ما هو واضح ولا نمانع من ذلك. لا يمكن إنقاذ الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية تحت قصف. ولهذا البرازيل والدول الأعضاء 10 المنتخبة بالمجلس تعمل بشكل متواصل لكي يتصرف هذا المجلس بشكل حازم منذ آخر
مرة رأينا فيها مشهداً بوم العين حول مقترحات لمشاريع القرارات. نعتقد أن الهدف الأساسي واضح، الإفراج غير المشروط والفوري عن كل الرهائن وإنهاء العنف من خلال الطرق المختلفة التي تم الاتفاق عليها دون إبطاء، حتى يمكن توفير المساعدة الإنسانية الكافية دون عوائق وبشكل آمن وسريع لمن يحتاج إليها في غزة، إضافة إلى 8000 روح أزهقت. هناك الكثيرون ممن قد يلقوا ذات المصير، حيث المستشفيات ليس لديها سبل تقديم العلاج البسيط والأساسي للمرضى، ولذلك فإن تقديم الموارد الضرورية لمن هم في غزة من في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء هو أمر ملح وحتمي. والجراحات تجرى حاليا دون أي تخدير، والأرواح تزهق في المستشفيات بسبب نقص الطاقة ونقص أبسط المعدات الطبية، المياه والغذاء بهما ندرة، وأسعار الغذاء قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وتدفق المساعدة الإنسانية حتى الآن ليس أكثر من مجرد لقطة تلتقط. القوات والدبابات في الأرض في غزة، والوقت يداهمنا. أسئلتي لكم جميعا هي كالتالي: إن لم نكن سنتصرف الآن، متى سنتصرف؟ كم من الأرواح من المفترض أن تضيع حتى نتحرك وننتقل من الأقوال إلى الأفعال؟ من الضروري أيضا والملح أن نسمح بالإجلاء الفوري والآمن للمواطنين الأجانب من غزة ومن الأماكن الأخرى في المنطقة إن شعروا بالتهديد. كل دولة لها الحق والواجب أيضا المتمثل في الدفاع عن مواطنيها. الإجراءات جميعا يجب أن تتسق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص مبادئ التمييز والتناسبية والحيطة والحذر والضرورة العسكرية والإنسانية. واجب الحماية والحق في الحماية فيما يتصل بسكان دولة لا يجب أن يأتي على حساب المزيد من المدنيين الذين يقتلون والبنى التحتية المدنية التي تدمر. وكما كرر الأمين العام وذكرنا، حتى الحروب لها قواعد. أي هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وكذلك أي حرمان للمدنيين من السلع والخدمات الأساسية، كلها لا تبرير أخلاقي لها وهي غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. البرازيل تدين بشكل قوي وبشهد العبارات الإجراءات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين. اليوم الأونروا سلطت الضوء على الواقع المؤلم المروع في غزة، وسلطت الضوء على المستوى الذي لا يمكن قبوله من الدمار للبنى التحتية المدنية والخسارة المؤسفة لأرواح الأبرياء العزل بما في ذلك النساء والأطفال وعلى الأقل 35 من موظفي الأونروا. منظمة الصحة العالمية لطالما طالبت بالحاجة الماسة لوقف العنف وللعمل الإنساني في الوقت الذي تتداعى فيه البنى التحتية الصحية في غزة. فيما وراء الاعتبارات الإنسانية الملحة والفورية، هناك تهديد يلوح في الأفق يحف بالاستقرار الإقليمي، وأي عواقب ستكون كارثية. البرازيل تحث على تحول بشكل موحد نحو نزع فتيل التوتر، وتطالب كل الأطراف بأن تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس. إن وقف الأعمال العدائية أمر نحتاج إليه بشكل ملح، وذلك لخلق الظروف من أجل وقف لإطلاق النار كامل دائم ويتم احترامه واستئناف عملية سلام ذات مصداقية. كل هذا على المحك، ونحن نواصل بذل الجهود لكي يتصرف هذا المجلس بشكل به وحدة صف. أعضاء المجلس الموقرين، القانون الإنساني الدولي به مسار واضح لتجنب المعاناة الإنسانية أو تخفيف منها. إطار العمل الجماعي واضح. استجابتنا الجماعية لهذه الأزمة والتي نخشى جميعاً سوف تتدهور إن لم نتصرف حيالها، إن هذا هي الاستجابة الجماعية، سوف تكون لحظة فارقة في
عمل متحدة إن الحقيقة الدامغة هي أن مجلس الأمن ليس لديه سجل معقول فيما يتصل بصون السلم والأمن الدوليين في الشرق الأوسط. المسائل المتصلة بهذه المنطقة تحديدا بشكل عام تلقت 35% من أصل 250 لاستخدامات حق النقد من الأعضاء الدائمين. ومنذ العام 2016 المجلس لم يستطع أن يعتمد قرارا واحدا حول الحالة في فلسطين. الوضع في الشرق الأوسط لذا هو واحد من أكثر المسائل التي بها جمود في إطار عمل مجلس الأمن، وهذا يوضح انعدام فعالية نظام الإدارة ونقص التمثيل لمناطق بعينها من العالم في هذه الهيئة. إن القرار بشأن الجوانب الإنسانية الأزمة الحالية لن يصحح الأخطاء التاريخية لمجلس الأمن فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، ولكنه سوف يوقف المزيد من المعاناة الإنسانية. لأن أشكركم. فقد أود مرة أخرى أن أقرأ مرة أخرى عبارة كان بها خطأ في بياني بالصفحة الرابعة، إن إخفاق القيم بهذا سوف يؤيد تكلفة من الأرواح البشرية، وأيضا يهدد التعددية بشكل عام والأمم المتحدة وهذا المجلس بشكل خاص. أشكركم. أستأنف الآن مهامي رئيسا للمجلس. أعطي كلمة الآن لممثلة الإمارات العربية المتحدة. السيد الرئيس، أشكركم على حضوركم معنا هنا في نيويورك وعلى تفاني البرازيل تجاه السلام في منطقتنا. وأود أن أشيد بشكل خاص بمقدمي الإحاطة اليوم والأفرقة العاملة معهم وتفانيهم في ظروف لا يمكن أن نتخيلها في الميدان في قطاع غزة. السيد لازوريني، لقد تأثرت كثيرا برسالتكم إلى ضيفكم التي قلتم فيها لدي أمل باستمرار ينتهي هذا الجحيم على الأرض قريبا، وأود أن أقدم تعازي دولة الإمارات العربية المتحدة العميقة لعمال الأونروا 64 الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب. لقد جادوا بحياتهم من أجل العمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأمم المتحدة كل يوم حول العالم، وقد فشلنا في حمايتهم. يوم الجمعة الماضي 121 دولة تمثل أغلبية ساحقة في العالم أصدرت دعوة واضحة إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة مستدامة في غزة. لقد نادوا بالحتمية الإنسانية، بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي، والأهم من ذلك بالحقيقة البديهية بأن حياة الفلسطينيين ثمينة و متساوية وتستحق الحماية الكاملة للقانون. لقد سمعنا من يقولون أن 2.2 مليون فلسطيني في غزة ليسوا من حماس وأن هذه ليست حربا ضدهم، وفي حين أن هذه كلمات موضع ترحيب فإن الوقت قد حان لتعكسها الأفعال. وقد قتل أكثر من 8000 شخص في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، وهم جميعا لم يكونوا من حماس، وما يقرب من 1000 طفل في عدد المفقودين وقد يكونوا محاصرين أو قتلى تحت الأنقاض وهم ليسوا من حماس. هل سنساعد هؤلاء؟ إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في 3 أسابيع فقط من القصف الإسرائيلي لغزة يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في النزاعات في جميع أنحاء العالم في كل من السنوات الأربع الماضية. وكما أشارت السيدة راسل، هذا يجب أن يكون أمراً يلطخ ضميرنا الأخلاقي إن لم يكن لشيء آخر أن يفعل ذلك. إن الأطفال يستحقون الحماية اليوم. إن اعتمدنا على السلطة الأخلاقية للجامعة العامة في سياقات أخرى يجب علينا أن نحترمها في هذا السياق. وفي الواقع أعضاء هذا المجلس قد أعربوا مراراً عن قلقهم إزاء تقويض النظام الدولي، وقد يكون تجاهل هذا المجلس الإرادة المعلنة لغلبية العالم هو ما يكسره. زملائي، نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن.
وكما قال وزير الخارجية فييرا، يتعين علينا أن نضمن وصول مساعدات إنسانية آمنة ومستدامة على نطاق واسع إلى غزة، وأن يتم توفير الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة والوقود الآن. إن إغلاق خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من الهجوم عنا إلى أن المدنيين الجرحى كانوا يبحثون عن المساعدة في الظلام. وكما استمعنا اليوم، هناك أكثر من 76 هجوماً على الرعاية الصحية، بما في ذلك 20 مستشفى وعيادات تضررت أو تدمرت، وأكثر من 650 ألف شخص في منشآت الأونروا. اسمحوا لي أن أكون واضحة تماماً في هذه النقطة. هذه المواقع تتمتع بحماية القانون الإنساني الدولي، وأن الإعلانات بأنها أهداف أو حتى توجيه تحذيرات لهم بالإجلاء أكرر لا تغير من وضعهم المحمي. نحن بحاجة إلى أن نرى إلغاء لأوامر الإجلاء غير الواقعية الخطيرة. يوم السبت الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن إسرائيل طلبت إخلاء مستشفى القدس فوراً، وهذا يستقبل مئات المرضى من بينهم أطفال رضع في الحضانات. 12,000 مدنية يلجؤون بهذا المستشفى الآن، ونحن نجلس في هذه القاعة نتحدث مع بعضنا البعض مرة تلو الأخرى ونتناقش بالصياغة الخاصة بالقرار الإنساني والاستجابة الإنسانية. إن أمر الإخلاء في هذه الظروف أمر قاس، إنه أمر متهور، وكذلك الإبطاء التأخر من جانب مجلس الأمن. سيد الرئيس، إن جميع السكان المدنيين في غزة معرضون للخطر بسبب الأعمال العدائية المتصاعدة، وكذلك الحال بالنسبة للرهائن الإسرائيليين والدوليين الذين تحتجزهم حماس. في حين أن أعيننا قد تدربت على غزة، فإن الضفة الغربية لم تسلم أيضا من العنف. إن المستوطنين الإسرائيليين يصاعدون هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين ويجبرونهم على النزوح. هذه الهجمات يجب أن يتم منعها من قبل دولة إسرائيل. وفي المنطقة هناك تحذيرات موثوقة من تصعيد أوسع نطاقا. طبول الحرب تدق وتقرع. زملائي، أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد يبدأ بوقف الحرب في غزة. نحن لا نخدم أمن إسرائيل من خلال تمكينها من الاستمرار. لا يمكن لنا أن نعكس أحداث 7 أكتوبر الشنيعة خلال إدانة هذه الحرب التي يدفع فيها الفلسطينيون الثمن. إن تجاهل ما يحدث في يوم تلو الآخر ستكون له عواقب مدمرة، ليس فقط بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن أيضا بالنسبة لآفاق السلام والاستقرار في منطقتنا. السيد الرئيس، ونحن نعمل على استجابة لدعوة الجمعية العامة الواضحة إلى هذه الهيئة لكي تفي بمسؤولياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي علينا أيضا أن نضع في اعتبارنا على الدوام الكلمات لمن يحتضرون. أتحدث اليوم عن هبة أبو الندى، وهي امرأة فلسطينية قتلت في خان يونس قبل عدة أيام وقدمت شعرا. صديقي يتناقض وتحول إلى توابيت صغيرة منتشرة في كل مكان، ومن تلقى الصواريخ لا أستطيع أن أتفهم اللحظات العابرة مع أصدقائي. هذه ليست مجرد أسماء، بل هي تأملات وإنعكاس لنا. كل منها له وجه وهوية ذات طابع فريد. نحن قد خذلنا الموت، ولكن يجب علينا أن نوجه هذا الحزن لإنقاذ الأحياء. إن وقت عكس المسار قد شرف على انتهاء. إن من ننادي به نحن و 121 دولة هو قد يكون الطريق الأصعب، ولكن التاريخ يحذرنا من عواقب المترتبة على عدم سلوك هذا الطريق الوعير. أشكركم. أشكر الممثلة الدائمة للإمارات العربية المتحدة، وأعطي كلمة الآن للممثل الدائم للصين. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس، بداية أود أن أشكر البرازيل على تنظيم جلسة اليوم بطلب من الإمارات العربية المتحدة والصين. أشكر المفوض العام السيد لازاريني والمديرة التنفيذية سيدة راسل وسيدة داوتن على الإحاطات. هذه الإحاطات سلطت الضوء من جديد على حدة الوضع في غزة و
ضرورة أن يتحرك المجلس في هذا الصدد. يوم الجمعة إن الجلسة العاشرة الاستثنائية الجمعية العامة اعتمدت قراراً يطالب بوقفة إنسانية فورية وملحة للتوقف عن الأعمال العدائية. لقيت هذه ترحيباً من الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي. إن إسرائيل غضت الطرف على شواغل المجتمع الدولي واختارت أن تقوم بتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، وأعلنت بشكل رسمي إطلاق الهجوم البري. حذر الأمين العام غوتيريش بأن السكان في غزة يواجهون كارثة كبيرة، ففي غزة الكثافة السكانية الأكبر في العالم، وغزة تعاني من الحصار لستة عشر عاماً. 2.3 مليون شخص من الأبرياء يعيشون في حالة خوف كبيرة وسط عمليات القصف المستمرة، وحرموا من المياه والغذاء والوقود والطاقة ل 21 يوماً، وخلال نهاية الأسبوع عانوا من انقطاع في الاتصالات ل 24 ساعة. إن بقي الوضع على ما هو سيخرج عن السيطرة أكثر وأكثر، وستكون الأزمة الإنسانية الأكبر لا مفر منها. نعرب عن تعاطفنا البالغ مع سكان غزة الذين هم على شفير الحياة بين الحياة والموت، ونشعر بالقلق البالغ إزاء آفاق السلام في عملية السلام في الشرق الأوسط. نحن نطالب بالأطراف في النزاع أن تكف على الفور عن الأعمال العدائية، أن تتوصل إلى هدنة إنسانية، وأن تمنع تصعيد الوضع أكثر وأكثر. تدعو الصين إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال أن تقوم بالوفاء بمسؤولياتها بحسب القانون الإنساني الدولي، وأن ترفع الحصار عن غزة، وأن تقوم بسحب الأمر الإخلاء، وأن تقوم بإعادة الاحتياجات الأساسية لمنع كارثة إنسانية أكبر. إن الصين تدعو إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتيسير إطلاق سراح الرهائن من دون أي تأخير، والعمل على هذا الأساس لفتح المجال أمام الحوار، وذلك للعودة إلى مسار التسوية السياسية. تدعو الصين أيضاً كافة الأطراف، أو تدعو الصين الأطراف التي قادرة على التأثير على الأطراف المعنية أن تضع مصالحها جانباً، وأن تبذل كافة الجهود لإيقاف الحرب وإعادة السلام. السيد الرئيس، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني علمنا أن السبيل العسكري ليس الحل. لا يمكن التوصل إلى السلام من خلال فرض العقاب الجماعي، بل هذا سيؤدي إلى المزيد من الكراهية والمواجهات. ندعو أطراف النزاع إلى التخلي عن استخدام القوة، وأن تلتزم بكسر حلقة العنف، وأن تتوصل إلى السلام والأمن. من الخطأ أن نعتقد أنه من الممكن احتواء الحرب في غزة. إن الاستمرار بهذه الأعمال العدائية في القتالية في غزة قد تؤدي إلى أزمة في المنطقة. الوضع في الضفة الغربية والحدود بين لبنان وإسرائيل سبق ودقت ناقوس الخطر. ندعو كافة الأطراف المعنية بأن تقوم بتخصيص الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، طالما أن هذه الحرب مستمرة ستستهمر الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ومن دون وقف إطلاق نار شامل، إن المساعدة الإنسانية بغض النظر عن حجمها بالكاد ستلبي الاحتياجات في غزة. فما يحتاج إليه سكان غزة الآن ليس فقط التشديد من المجلس على أهمية القانون الإنساني الدولي والوعود التي لم يتم الوفاء بها بالحماية، ما يحتاج إليه سكان غزة الآن هو تحرك ملموس لإعادة سيادة القانون وإنقاذ الأرواح. المجلس عقد جلسات أخرى حول الحالة في فلسطين وإسرائيل، ولا يمكن القول أنه ما من توافق آراء،
القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة وجه المجلس في الاتجاه الصحيح وإزاء الوضع المأساوي الحالي. تدعو الصين من جديد المجلس لتعزيز وحدته وبناء توافق الآراء وأن يتحرك بشكل مسؤول وبناء بأسرع وقت ممكن. طالما أننا نركز على المسائل الملحة أي وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية وحماية المدنيين ومنع كارثة إنسانية أكبر، من الممكن لأعضاء المجلس أن يتوصلوا لتوافق آراء، وهذا ما يجب القيام به في هذه اللحظة. فالصمت يعني الموافقة والتقاعس هو كضوء أخضر، إن أعين العالم موجهة نحونا والتاريخ سيسجل الخيار الذي سنتخذه. شكرا سيد الرئيس، أشكر سعادة ممثل الصين على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة. شكرا السيد الرئيس. المفوض العام السيد لازاريني، المديرة التنفيذية السيدة راسل، والمديرة السيدة داوتن، أعرب عن امتناني البالغ لكم ولفريقكم على الجهود الممتازة التي تبذلونها في ظل هذه الظروف الصعبة. إن العاملين في المجال الإنساني كالعادة يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح في وسط الأزمة الإنسانية في غزة. هذه الجهود بطولية، ولكن لسوء الحظ يرافقها خطر كبير. نحن نحزن للموظفين في الأمم المتحدة البالغ عددهم 61 الذين فقدوا أرواحهم. يجب حماية العاملين في المجال الإنساني، يجب حماية الصحفيين، يجب حماية المدنيين، المدنيين الأبرياء، إسرائيليون وفلسطينيون، رجال ونساء، أطفال وكبار في السن، يجب حمايتهم. ما من هيكلية وتراتبية فيما يتعلق بحماية أرواح المدنيين، فالمدني مدني وهو مدني. الزملاء، مر 3 أسابيع منذ أن قتل حماس أكثر من 1000 مدني بريء، وقاموا أو الآلاف عفوا من المدنيين، وقاموا باحتجاز الرهائن، وما زالت حركة حماس بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، وما زالوا يحتجزون الرهائن. والأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم. في هذه اللحظة من الآلام والمعاناة والحزن يجب أن نجتمع معا، يجب أن نجتمع معا لكي ندعو لإطلاق السراح الفوري غير المشروط لكافة الرهائن ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والتأكيد على حق إسرائيل بالدفاع عن النفس ضد الإرهاب، وتذكير كافة الأطراف بأن القانون الإنساني الدولي ينبغي احترامه. يعني ذلك أن حماس يجب ألا تستخدم الفلسطينيين كذروع بشرية بشكل ينتهك قانون الحرب. يعني ذلك أن إسرائيل يجب أن تتخذ كافة التدابير المناسبة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين. البارحة الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو وكرر أنه طالما أنه بالفعل إسرائيل لها الحق والمسؤولية للدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، ولكن يجب أن تفعل ذلك بشكل يتسق مع القانون الإنساني الدولي. إن حماس تعمل تحت غطاء الأماكن المدنية، هذا يزيد من الأعباء على إسرائيل، ولكن ذلك لا يحد من مسؤولياتها للتمييز بين الإرهابي والمدني البريء. الزملاء، الولايات المتحدة تشعر بالقلق البالغ إزاء الزيادة في العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. نحن ندين قتل المدنيين الفلسطينيين ونحث إسرائيل على منع هذه الهجمات بالتعاون مع السلطات الفلسطينية. إن إدارة بايدن أيضا تتشارك شواغل المجتمع الدولي بشأن إغلاق وانقطاع الاتصالات في غزة. أوضحنا ذلك للقادة في إسرائيل، ونحن نفهم أن شبكات الاتصال أو بحسب فهمنا أن شبكات الاتصال عادت وبدأت تعمل من جديد. هذا أساسي، إن انقطاع
شبكات الاتصال، هذا يعرض للخطر المدنيين والعاملين في الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. إن الأرواح على المحك، وعلينا جميعا أن نكثف الجهود كما فعلت الولايات المتحدة. نحن الجهة الواهبة الأكبر للشعب الفلسطيني، وساهمنا بأكثر من مليار دولار للأونروا منذ 2021، ومؤخرا أعلن الرئيس بايدن عن 100 مليون دولار إضافي كمساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. ولكن بالطبع المساعدة الإنسانية بغض النظر عن حجمها لن تكون مهمة إن لم تصل إلى المحتاجين إليها، والولايات المتحدة ما زالت تعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة والشركاء آخرين لتيسير الوصول السريع والمستدام للمساعدة الإنسانية، الغذاء، الوقود، المياه، الأدوية وخدمات أساسية أخرى يجب استعادتها. وفي حين أن عدد القوافل التي أو الشاحنات التي تصل إلى غزة إلى تزايد، ولكن عددها ما زال غير كافٍ. إن حجم المساعدة الإنسانية التي تصل إلى غزة يجب زيادتها بشكل ملح، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي ننقذ الأرواح. والرئيس بايدن أعرب عن دعمه للوقفات الإنسانية في الأعمال القتالية للسماح للرهائن بالخروج، للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وتوسيعها، وللسماح للمدنيين بالمغادرة بشكل آمن لإتاحة المجال للناس للوصول إلى المساعدة الإنسانية أو الوصول إلى أماكن الآمنة. كما ما زلنا نحث الدول الأعضاء للعمل على منع أي انسكاب لهذه الأزمة. الوزير بلينكن في الأسبوع الماضي طلب إلى المجلس توجيه رسالة واضحة إلى أي دولة أو طرف من غير الدولة قد يفكر في فتح جبهة أخرى ضد إسرائيل أو قد يستهدف شركاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة ألا يفعلوا ذلك. هذه مسألة تخص السلم والأمن الدوليين، والمجلس يجب أن يتحدث بصوت عال. ولهذه الأسباب في الأسبوع الفائت قدمت الولايات المتحدة قرار قوي ومتوازن، تشاورنا مع كافة الأعضاء حوله وعملنا لتحقيق توافق الآراء حول هذا القرار، ولقي هذا القرار الدعم من أغلبية المجلس، ولكن الصين وروسيا منعت اعتماده. وبعد استخدام حق النقد انتقل التحرك إلى الجمعية العامة، حيث طلب من الدول الأعضاء التصويت على قرار كان أحادياً وكان يفتقر إلى ذكر مسألتين أساسيتين، حماس والرهائن. هذه حصلت بشكل متعمد ويزيد ذلك من وحشيات حماس. وخلال الجلسة الاستثنائية الخاصة سمعنا بعض الدول الأعضاء تتحدث بشكل واضح عن دعمها لأعمال العنف من حماس، وفوجئت وصدمت لذلك. هذا غير مقبول ويجب تسليط الضوء على ذلك. من غير المقبول ألا تتم إدانة أعمال حماس من قبل الجمعية العامة. الزملاء، كما قلت سابقاً، الولايات المتحدة ستستمر بالانخراط مع أي دولة عضو ملتزمة باعتماد قرار قوي ومتوازن، ولكن أي منتج من المجلس يجب أن يدعم جهود الوساطة الدبلوماسية المباشرة التي تنقذ الأرواح، وأن يقوم بالنهوض بآفاق المستقبل السلمي والآمن للمنطقة. حتى في هذه اللحظات الصعبة علينا أن نحيي الأمل، علينا أن نعمل نحو مستقبل لامع، مستقبل يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين بالتمتع بالأمن والحرية والعدالة والفرص والكرامة. في هذا المستقبل يتكل يحقق الفلسطينيون حقهم الشرعي في تقرير المصير وفي إنشاء دولة مستقلة لهم. مستقبل يكون لدينا دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام. ولكن هذا ليس المستقبل الذي تريد أن تحققه حركة حماس، ولكنه المستقبل الذي يجب أن نعمل عليه معا لتحقيقه. شكرا سيد الرئيس. أشكر سعادة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة الممثل الدائم للإكوادور. السيد الرئيس، بداية أود أن أشكر السيد فيليب لازاريني والسيدة ليزا دوتن والسيدة كاثرين راسل على الإحاطات
التي وفروها في عصر هذا اليوم، وأشكر الأونروا والأوتشا واليونيسف على الجهود المبذولة في ظل هذه الظروف الصعبة. إن الأحداث في غزة. إذن مشاهدينا نتابع ما زلنا جلسة الأعضاء لمجلس الأمن، مندوبة أمريكا نحض الدول الأعضاء لمجلس الأمن لعدم السماح بتفاقم الأزمة في غزة، وكانت هناك كلمات لمندوب الصين وكذلك مندوبة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تحدث رئيس المجلس وزير الخارجية البرازيلي ممثلا عن نفسه وكذلك عن بلاده. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.